اوسع الدوائر قوي، ودوائر واسعه وتظلم الناس، وتظلم، وفي جهات ملهاش يعني، جهات واسعه جدا ولها عدو راجل الشعب، جهاز صغيره جدا ولها عدوين. فانت هنا اللي هي ايه، ابص فيقول لك ايه ده، كان احمد عز بيصغر دايرته عشان يفوز فيها بسهوله وياخد الاماكن اللي هو متاكد انها معاه. انا بعمل ده، في كلام دلوقتي انه فلان بيعمل ده عشان فلان الاخواني كذا. عامة هو القانون الجديد ومباشرة الحقوق السياسية مقدمين الآن أمام المحكمة، مقدمين أمام المحكمة الدستورية العليا، هترجعهم أم لا؟ إحنا بنتكلم على إيه؟ المحكمة مش ضدك لأنك موجود كده، دوب دي ملاحظاتها وأنت تلتزم بالملاحظات دي، وبعد كده تطلع القانون بحيث يبقى متوافق مع الرأي العام، متوافق مع القانون العام، متوافق مع مبادئ العدالة ومع المبادئ الدستورية العامة. هنا الفكرة الرئيسية. الفكرة الثانية الأهم هي فكرة أن السياسة، أنت شايب السياسة وبتلعب في القانون وبتلعب ضد القضاء، خليك في السياسة، ودورك أنك تجمع الناس وتفتح حوار وتلغي كل المشاكل دي عشان يبقى فيه توافق. لأن أنت ما النقطة دي الكلام فيها سهل يا أستاذ أكرم، النقطة دي الكلام فيها سهل، كل الدول يعني والزعماء فكرة التوافق. لكن النهاردة مثلا الدكتور بلد على التوافق على خطة طريق لإنقاذ الوطن هو المخرج الوحيد، وان مصر ملك الجميع ويجب ان نتعلم كيف نعيش جميعا معا. كلام جميل وعام، بس نعمل ايه؟ نعمل ايه يعني؟ نعمل ايه احنا؟ ده دور السياسه ودور السلطه، احنا لازم نتعلم من تجربه نظام مبارك. طب الرئيس تحدث مؤخرا او في بعض المؤشرات والدلالات على فكره ربما بعض التغييرات داخل الحكومه، تغييرات في المحافظين، حديث يعني مش مؤكد عن تغيير رئيس الوزراء ام لا، مصر القويه، الرئيس قام بسحب البلاغات ضد الاعلاميه، يعني هل دي محاوله ربما للتهدئه؟ على استحياء احنا بنقول ايه؟ احنا عندنا نظام مبارك قريب عهد بيه. ايه الاخطاء اللي احنا كلنا كنا ضدها وكان ضدها الرئيس مرسي ايام ما كان النائب محمد مرسي ورئيس حزب الحريه والعداله، ونلغيها تماما نعتبرها اخطاء؟ وايه اللي كان احنا شايفينه ممكن يبنى عليه وهيستمر وهيستمر؟ هنقول احنا مش هنعمل 1 2 3 4، هم بيعملوا نفس الاخطاء. انت بتقول لي كلام عام السياسه، ما هو دور السياسه انه يجمع الناس. زي ما احنا ضربنا مثل بمانديلا اللي صار مثلا، الراجل ده اتسجن، اظن هم بيقولوا اتسجننا واعتقلنا، الراجل ده اتسجن 28 سنه يعني مش هتقدر تزايد عليه، ومع ذلك طلع قال انه فكرة الانتقام في حد ذاتها تقضي على الحرية، وانه المضطهد اللي بيخضع للاضطهاد احيانا، المضطهد بشكل عنصري احيانا تكون داخله عنصرية تساوي عنصرية المضطهد. هو الناس ودول كانوا السود، دول كانوا بيعاملوا على انهم مش بني ادمين، وبيمنعوا في ركوب الاوتوبيسات، يمنعوا من الوظائف، ويضربوا، تولد عنده رغبه من الانتقام والعنف. هذا الرجل مانديلا اللي سجن وضرب وكانوا واتهم بكذا،